لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن نبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، الهيئة السلطات الصينية تستخدم الاضطهاد والعنف المادي والمعنوي ضد المسلمين للتضييق عليهم والتأثير على معتقداتهم. في صحيفة المدى، ترجيحات بوجود مشروع استثماري يخلي مخيما للنازحين غربي العاصمة. في كتابات، خامنئي يحضر أي مباحثات مباشرة مع واشنطن ويحمل السلطات مسؤولية المشكلات الاقتصادية. في موقع الجزيرة نت، طهران لا حوار مع واشنطن تحت سيف التهديدات. في العربي الجديد، البيت الأبيض، مستشار ترامب للأمن القومي بحث مع سفير تركيا قضية برانسون. في القدس العربي، مسلحون من طالبان يقتحمون قاعدة عسكرية أفغانية ويأسرون عشرات الجنود. وفي صحيفة الحياة، مساعدة سابقة لترامب تهدد بكشف فساد ومحاميه يرجح انتهاكها القانون. السلام عليكم. وصف العديد من الخبراء الاقتصاديين هذه الإجراءات العقابية بأنها الأقسى على طهران، وأنها ستشل الاقتصاد الإيراني وتجعله مغلقا في وجه التعاملات الخارجية. فهل ستكون البوابة العراقية رئة تتنفس بها إيران كي لا تخنقها العقوبات الاقتصادية؟ سؤال يطرحه الكاتب مثنى عبد الله في مقال له نشرته صحيفة القدس العربي. إن المرحلة المقبلة ستشهد نشاطاً اقتصادياً كبيراً لإيران في العراق في محاولة جادة للتخفيف من تأثيرات العقوبات الاقتصادية الأمريكية عليها، وستتخذ خطوات كثيرة تعزز بها ما لديها من موارد بالعملة الصعبة من خلال السوق العراقية. فالبنك المركزي العراقي لديه مزاد يومي يبيع فيه مئات الملايين من الدولارات للمصارف المحلية والتجار العراقيين الذين يشترون لتغطية تعاملاتهم التجارية مع الخارج. وهذه العملية يشوبها الكثير من الفساد، حيث تبين بأن العديد منهم يقدمون فواتير مزورة لبضائع وهمية بهدف الحصول على الدولار وتهريبه للخارج، وبذلك ستكون فرصة كبرى كي تدفع إيران بأذرعها لشراء العملة الصعبة من هذا المنفذ، ما سيؤدي إلى ازدياد الطلب على العملة الصعبة ويشكل خطراً حقيقياً على اقتصاد البلاد الذي هو في الأساس في حالة انهيار وشلل تام. كما أنها ستتخذ خطوات سريعة لإنشاء العديد من الشركات والمؤسسات تحت علم العراق تكون منفذاً يتيح لها استيراد ما حظر عليها استيراده، إضافة إلى أنها ستسعى إلى تنويع طرق الشحن البري مع العراق وتوسيع مناطق التجارة الحرة معه وابتكار وسائل وأساليب تزيد من تصدير بضائعها إليه. هنا يجب الإشارة إلى أن العراق على الرغم من أنه بات سوقا رائجة للبضاعة الإيرانية، لكنه لن يكون حرا في التعامل التجاري مع إيران بعد العقوبات الأخيرة، فلن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي في حالة شعور بأنه بات رئة تتنفس بها إيران. فالأمريكيون قادرون على تقليص تدفق العملة الصعبة العائدة له من تصدير النفط من خلال عرقلة صادراته بالضغط على أسواقه النفطية. في العرب اللندنية، كتب ماجد السامرائي عن العقوبات الأمريكية لإيران وموقف العراق منها، حيث يقول فيها: معركة العقوبات الأمريكية على إيران طويلة، وانعكاساتها على العراق تشكل البدايات الأولى لخطوط التماس والتأثير، وهنا ستبرز المواقف المنحازة لمصالح العراق وسيادته واستقلاليته أم الانحياز للآخرين، وإيران ستزيد من ضغوطها على العراق من أجل الحصول على الدولار.
قد تؤدي هذه الإجراءات إلى تقليل مستويات الاستثمار السياحي الديني الذي تستفيد منه مجموعات مصالح من إيرانيين وعراقيين من أصول إيرانية في المراقد الدينية في كل من إيران والعراق. وقد وقع عدد كبير من المواطنين العراقيين في مصيدة فتح حسابات لهم في إيران وإجراء التحويلات بالعملة الإيرانية، لكنهم سقطوا في فخ انهيار التومان الإيراني. لا شك أن هناك صدمة كبيرة في الأوساط التجارية العراقية والإيرانية، لكن قرارات منع التحويلات البنكية صارمة وليس أمام الجهات الحكومية العراقية سوى الإذعان لالتزاماتها، وهذا ما عبر عنه رئيس الوزراء حيدر العبادي. لكن المواجهة ستكون بطرق وحيل كثيرة يتقنها التجار الإيرانيون. للإيرانيين نفس طويل في مواجهة هذه العقوبات، والعراق بالنسبة لهم هو خط الدفاع الأول والأخير في هذا الميدان. ويعلم حكام طهران أن هذه العقوبات لا تتم مواجهتها عبر مواقف استهلاكية داخل مجالس رجال دين معممين أو غير معممين وساسة إسلاميين شيعة يحكمون اليوم في بغداد وطهران، التي هي رغم كبريائها الذي صنعته في السنوات الأخيرة على حساب العراق وأهله تحاول ترتيب سبل المواجهة، وستزيد من ضغوطها على العراق من أجل الحصول على الدولار. لهذا ستتعطل صناعة السيارات في إيران وسوقها في العراق الذي أغرقته بهذا المستوى الرديء من الصناعة التي يتندر حولها العراقيون، لكنها مفروضة عليهم. وتقول الأرقام إن التبادل التجاري الإيراني العراقي وصل إلى 13 مليار دولار لصالح إيران، فالبضائع الإيرانية الرديئة من المواد الاستهلاكية والغذائية تغزو الأسواق العراقية وتمنع منافستها من المنتوج العراقي، خاصة في المنتوجات الزراعية التي تم تدميرها وتعطيل أي مشاريع إنتاجية استثمارية عراقية. وحول الانتخابات العراقية والنتائج الأخيرة بعد العد والفرز اليدوي، كتب سالم روضان الموسوي في المدى العراقية: تعتبر العملية الانتخابية الرحم الذي تولد من خلاله منظومة الحكم التي تقود أي بلد يوصف بأنه ديمقراطي، ولكن في العراق هي فوضى، ولكنها فوضى مخطط لها. المحاصصة التي قادت البلد إلى أسفل الدرك في كل شيء، فهذه الفوضى المزعومة هي من تحقق لهم مكاسبهم عبر التحاصص والتخندق وإعادة تدوير الأشخاص لتولي المناصب وتقاسم المغانم، ومنع أي تغيير من الممكن أن يحقق الارتقاء بمستوى العمل الانتخابي، ومن ثم العمل النيابي وإبعاده عن النفعية الشخصية والفئوية. بمعنى آخر، إن هذه الفوضى مقصودة ويؤديها اللاعبون بوعي تام وإرادة حقيقية مدركة لأفعالها، لأن ظاهرها فوضى وباطنها اتفاق. ونحن اطلعنا على الاتفاقات السياسية سواء قبل الانتخابات أو أثناءها ولربما إلى ما بعد انتهائها، ووجدنا اتفاق وتحالف الأضداد الذين كانوا قبل حين من الدهر من أشد الخصوم وألد الأعداء، ثم أصبحوا من أوفى الأصدقاء وأقرب الحلفاء. إذن نحن لسنا في فوضى كما يزعمون، وهذا له أساس علمي، حيث يشير بعض الكتاب إلى أن نظرية الفوضى تعد من النظريات المثيرة جداً التي انتشرت حديثاً ولاقت اهتماماً واسعاً لتفسيرها الكثير من الأمور التي توقفت النظريات العلمية السابقة عن تفسيرها ولم تجد مقنعاً يبرر حدوثها، ولتزيل الكثير من الغموض حولها. وأصبح من الممكن إيجاد الصلة بين الأمور المتباينة أو توقع الرابط بينها. ويختم الكاتب: ما نراه الآن في العملية الانتخابية ليس فوضى، بل إنها خطوات يسير عليها الفرقاء بنسق محدد على عكس ما تبدو عليه، لأن فيها منافع لهم لا تعد ولا تحصى، ظهرت نتائجها عبر التضخم المالي لمواردهم وتردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية للمواطن.
وعودة إلى العقوبات الأمريكية ضد إيران، كتب حميد الكفائي في الحياة اللندنية بأن موقف العبادي هو ما كان سيتخذه أي مسؤول، فمسؤوليته هي حماية مصالح العراق وليس التضحية بها من أجل جار عزيز لم يكترث يوما لمصلحة العراق. وفي ظل كل الأنظمة التي حكمت لا لوم على بلد يرعى مصالحه، فلا وجود لبلد يسعى إلى رعاية مصالح البلدان الأخرى إلا في مخيلة بعض العراقيين الذين ربطوا مصائرهم مختارين بإيران، وقد آن الأوان لأن يكونوا عراقيين فحسب. حاربت إيران العراق 8 سنوات عجاف قتل فيها أكثر من 500,000 شاب عراقي، وكلفت العراق وإيران مئات البلايين من الدولارات. فإن كان صدام لا يهتم إلا لإدامة نظام حكمه وقد كان كذلك، فلماذا أصرت الجمهورية الإسلامية المباركة على مواصلة حرب أهلكت الحرث والنسل وأحرقت الأخضر واليابس، رافضة كل عروض السلام من العراق والوساطات الدولية والإسلامية؟ إن كان العراق قد احتل أراضي إيرانية وإن هناك مبرر لإخراجه منها، فما هو مبرر استمرار إيران في الحرب بعدما استعادت أراضيها عام 1982؟ لقد بدأنا نسمع مسؤولين إيرانيين كبار يطالبون العراق بتعويضات بسبب شنه الحرب على إيران، لكن الحرب استمرت 8 سنوات بسبب إصرار إيران على مواصلتها. وإن كانت هناك تعويضات مستحقة فهي للعراق على إيران، وأي تعويض مهما عظم فلن يعيد الشبان الذين أحرقتهم الحرب أو يزيل إعاقة 500,000 عراقي. العالم الحديث يتعامل مع الناس حسب هوياتهم الوطنية، وكل من يتخذ هوية موازية دينية كانت أم طائفية أم قومية لن يجد له مكانا فيه، بل سيبقى محتقرا حتى يحترم هوية الدولة التي ينتمي إليها. الهوية الوطنية لا تتناقض مع أي هوية فرعية، ولا تعني أن حاملها لا يتعاطف مع الأقوام الأخرى، لكنها تحتم عليه أن يسعى إلى تقوية الدولة التي ينتمي إليها مقابل الدول الأخرى. تعد إيران الشريك التجاري الثالث للعراق بعد تركيا والصين، يميل الميزان التجاري بين البلدين بحدة لصالح طهران، حيث تصدر إيران للعراق بضائع قيمتها أكثر من 6 مليارات دولار سنوياً، وتعمل على زيادة ذلك، كما أن العراق يعد ثاني أكبر مستورد للسلع غير النفطية من إيران، وهي سلع ستصبح مهمة جداً لإيران مع دخول العقوبات النفطية موضع التنفيذ بعد 3 أشهر. أما عمليات التهريب فتشكل نشاطاً اقتصادياً كبيراً غير مسجل بحسب الكاتب رافد جبوري في مقال بصحيفة العربي الجديد. أحزاب عراقية مقربة من إيران التي تشعر بالخطر يقترب من نظامها ورأسه، لذلك من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة انعكاساً للصراع الإيراني الأمريكي على عملية تشكيل الحكومة العراقية واختيار رئيس وزراء لها. لا تسمح الطبقة السياسية في العراق والطريقة التي تدير بها العمل السياسي بوصول رئيس وزراء معاد لإيران، وستضغط الأخيرة أيضاً من أجل أن يأتي رئيس وزراء أقرب لها من حيدر العبادي. عملياً وفي القطاع النفطي، دخل حيز التنفيذ قبل أشهر اتفاق تصدير نفط متبادل بين العراق وإيران، يصدر العراق بموجبه النفط الخام من حقول كركوك شمال العراق إلى مصفات كرمنشاه الإيرانية لتقايضه إيران بمشتقات نفطية تزود بها محافظة البصرة جنوبي العراق. وعلى الرغم من أن الكميات التي يتضمنها هذا الاتفاق ليست ضخمة، إلا أنها تفتح الباب أمام التحركات الإيرانية من أجل اختراق العقوبات النفطية. وقد ذكرت التصريحات العراقية الأولى أن بغداد لا تنوي التخلي عن الاتفاق على الرغم من اقتراب العقوبات. تستطيع أمريكا أن تواجه إيران في العراق بشدة، لكن هذا غير متوقع إذ ما زالت إدارة ترامب تتعامل مع العراق على أنه جبهة ضد تنظيم داعش لا جبهة ضد إيران. لذلك من المتوقع
أن يكون العراق فعلا متنفسا إيرانيا لمجابهة العقوبات تحت بصر الجهة التي فرضتها بحسب الكاتب. سلسلة المواقف المعلنة من جانب الميليشيات والفصائل الشيعية التابعة لإيران ضد العقوبات الأمريكية المعلنة ضد النظام الإيراني التي تتوالى تباعاً بعد دخول العقوبات حيز التنفيذ، جاء موقف منظمة بدر بزعامة هادي العامري ليكون الأكثر تمادياً وصلافة فيها، بحيث يمكن القول إنها تنافس مواقف الإيرانيين المخلصين للنظام أنفسهم، بحسب الكاتب مثنى التشادرتشي في مقال بموقع كتابات. منظمة بدر وغيرها من الميليشيات والفصائل التي تبكي دماً على نظام جعل العراق كله ينزف دماً من أجل مصالحه الضيقة، يجب أن يتذكروا بأن صاحب الفضل الأكبر عليهم لما هم فيه من نعمة اليوم إنما الأمريكيون، الذي لولا احتلالهم للعراق لما كان بإمكانهم ولا بإمكان أسيادهم في طهران أن يعيثوا في الأرض فساداً بهذا الشكل ويعبثوا بخيرات العراق وبمستقبل شعبه. وإن ما يجري اليوم هو نتيجة منطقية لمغامرات نظام تمادى كثيراً بحيث تصور نفسه قوة عظمى، وهو ليس إلا ذلك الضفدع الذي نفخ في نفسه كثيراً وينتظر اللحظة التي ينفجر فيها ويريح الشعب الإيراني والعراق والعالم كله من شره وعدوانيته. عندما تعلن منظمة بدر وبكل وضوح من أنها محور رئيس في المقاومة الإسلامية المرتبط بمشروع الإمام الخميني، فإنها تعلن بذلك انسلاخها من العراق وانضمامها إلى جبهة النظام الإيراني عراب التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم وبؤرة إثارة المشاكل والأزمات وتصديرها، وعلى الشعب العراقي وهو يتظاهر في الجنوب والوسط ضد الأوضاع السلبية في العراق والتي للنظام الإيراني اليد الطولة فيها، أن يأخذ هذا الموقف المشبوه بنظر الاعتبار ويضع هذه المنظمة في الإطار والمكان الصحيح بحسب المقال. تمكنت المغربية لطيفة الودغيري وهي عالمة متخصصة في الفيزياء النووية التجريبية برفقة فريق بحثها في مختبر توماس جيفرسون في الولايات المتحدة، تمكنت من تحقيق كشف علمي كبير أشاد به مسؤولون أمريكيون، وتمثل في قياس كيفية توزيع الضغط داخل البروتون، وهو ما سيساعد على فهم ظواهر كثيرة في الكون. وبحسب تقارير إعلامية مغربية فإن الاكتشاف الجديد تم بعدما نجحت لطيفة وفريقها البحثي في تفجير البروتون عبر إلكترونات عالية الطاقة ودراسة الضوء الصادر عن هذا الصدام وكيفية التفاعل مع البنية الداخلية للبروتون. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.